هكذا وعلى بركة الله وحفظه ينطلق في هذه اللحظات شوط الزمول الأول المخصص للمحليات. تابعنا الشوط الماضي الذي ذهب من رصيف مشاعل خليفة بن محمد وخليفة اليابري، سجلت 10 دقائق 10 ثواني. نسير إلى المقدمة ونتابع المركز الأول. يأتينا هملول سالم بن راشد بالحبالة الاكتبي الذي يحتل المقدمة، بينما المركز الثاني نتابع القدوم في هذه اللحظات على المركز الثاني اللي هو عنتر سالم بن غانم بن شايع المنصوري. المركز الثالث في هذه اللحظات انضم مع هذا الشوط اللي هو الغادم هملول فلاح بن ناصر بن مصلح الحبابي. المركز الرابع ياتينا في هذا التحدي حشيم محمد بن خويتم بن بخيت العامري، بينما المركز الخامس خامس الاسماء هملول راشد بن علي بن سيف الخاطري، والمركز السادس ميسي علي بن دويس بن علي الخيلي يقدم ميسي على المركز السادس. هكذا هي النتيجه الست المراكز الاولى المتقدمه مع شوط الزمول المحليات الأول في هذه اللحظات. نتابع السيطرة في هذه اللحظات مع المركز الأول هملول سالم بن راشد بالحبالة الاكتبي الذي يحكم القبضة على المركز الأول من البداية، وهو مسيطرا تمام السيطرة على المركز الأول. 3 كيلومترات ادعناهن، 3 كيلومترات متبقي عن خط النهاية، انتصفنا المسافة وهنا الصدارة تحمل اسم هملول في هذا الانطلاق. سالم بن راشد بالحبالة شوف المسافة،
شوف الأسماء الأخرى مع هذا الانطلاق ونرجع للمركز الأول. تابع هذا الأداء في هذه اللحظات على المركز الأول هملول سالم بن راشد بن عبالة. شوف يوم صورنا بقية الأسماء بعيد عنا شوي، هناك الأسماء الأخرى ننتظرها، بدينا نغارب الآن بالتحديات الأخيرة والصدارة مع شعار سالم بن راشد بن عبالة الكتبي الذي قدم لنا هملول على المركز الأول وعلى بداية هذا الشوط في هذه الانطلاقة الرائعة على المركز الأول على البداية ومقدمة الشوط. العرض الممتاز، الأداء الجميل، نتابع هذا العرض، نتابع هذا الأداء. إلى أين هذا الشوط سيذهب؟ إلى أين الانطلاق؟ إلى أين البداية والصدارة في هذه اللحظات الجميلة على مقدمة الشوط على المركز الأول هملول سالم بن راشد بن عبالة الكتبي. وصلوا القادمين، شوف القادمين، من القادمين، من أول القادمين في هذا الشوط، من أول الواصلين في هذا الانطلاق على المركز الثاني. يأتينا في هذه اللحظات هملول راشد بن علي بن سيف الخاطري المركز الثالث، ينضم هملول فلاح بن ناصر بن مصلح الحبابي المركز الرابع. هنا القادم بهذه اللحظات الواصل اللي هو هملول راشد بن حميد بن علي بن سلطان الكتبي، وهناك الأسماء الأخرى. ما شاء الله تبارك الله على العرض الجميل، على البداية والصدارة. غادر غادر، يا سلام يا سلام يا هملول راشد بن علي بن سيف الخاطري على المركز الأول. روح الخاطري، روح بهذا الاسم، روح بهذا الأداء الجميل على البداية وعلى مقدمة الشوط في هذا الانطلاق وهذا التواصل المثير على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، بدأ يزيد من السرعة، بدأ هنا يعلن،
بالتحدي والانطلاق المثير. ما شاء الله تبارك الله، أداء جميل، أداء رائع على المركز الأول على مقدمة الشوط. هذا هو هملول. شوف المسافة بينه وبين الثاني، ثم رجع إلى هملول مع شوط الزمول المحليات الأصايل، ينتزع المركز الأول، ينتزع الفوز، يعلن انتصاره. سلام يا الخاطري، سلام يا الخاطري، سلام. تهانينا والناموس يا راشد بن علي بن سيف الخاطري على فوز هملول بالمركز الأول لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني المركز الثاني يذهب هنا من نصيب رقم محمد بن خويتم العامري مع حشيم، الثالث حمد بن خويتم العامري مع منصف، المركز الرابع رقم أربعة هملول راشد بن حميد بن عيب سلطان الكتبي، والمركز الخامس رقم خمسة له هو عزام عبد الله بن علي بن سليمان الشامس، السادس رقم تسعة ملهم حمد محمد بن خير الشريفي. التوقيت 10 دقائق 7 ثواني.